حياكم الله من جديد في أهلا بالعرفج. وصلنا معكم إلى فقرة المشي مع العرفج، وفقرتنا اليوم جميلة ورائعة ومختلفة واستثنائية جدا، لأن اللي راح يمشي فيها واحد من الشباب الجميلين اللي جالس اليوم يصنع تأثير جميل بما يدونه ويقدمه في تويتر وفي غيرها، وخاصة فيما يتعلق بالترجمة، الأستاذ الجميل عبد الله الخريف. خلونا نشوف وش قال في المشي مع العرفج. يا جماعة، المشي خير وبركة. أي والله، أنا أشوفه من يمشي معي وشاب اسمه عبد الله خريف. المشكلة معي إنه مشكلتين، المشكلة الأولى إني أحبه، المشكلة الثانية إنه قاسي علي ولا يدري إنه كفالة. لا حرام عليك. طب هذه بما إن مشينا وصلنا سيارتي، والله أنا أوصلك أنا. لا لا لا، طيب دقيقة. لا عبد الله، وش علاقتك في المشي؟ والله صراحة أنا المشي جزء من يومي، من أيام الابتعاث، من أيام الغربة، من أيام كل شيء. لولا الله ثم المشي كان كثير من الأشياء، من الضغوط ما قدرت أتخلص منها للأمانة. طيب. للأمانة الفترة الأخيرة مقصر، خصوصا في أيام الشتاء. لكن أعرف تماما قيمة المشي، لدرجة أني ترجمت أكثر من 3 مقاطع مهتمة في المشي. لا، في فكرة جتك أثناء المشي؟ فكرة خطيرة كثير. أنا بقول لك شيء، أنا أحيانا ما أقدر أنجز شغلي لما أكلم وأنا أمشي، ما أقدر أكلم وأنا جالس. هذه ميزة، وأنصح أي أحد إذا يبغى يعني يمشي يحط مثلا، يقدر يشوف فيلم المفضل أثناء المشي في الجوال، أو يقدر يقرأ مقال المفضل عن طريق الجوال، يقدر يتجنب كثير من الضغوطات عن طريق المشي. ولذلك أقول امشي وانبسط. طيب، وأحمد العرفج تحبه ولا لا؟ والله أحبه جدا ونعم فيه. هذا اليتيم. طيب ليه ما تمشي معه؟ هذا اليتيم اللي كثير ما تعرض للضغوطات، نتمنى له إن شاء الله التوفيق وكل خير. لا بس تدري إني أنا عرّب المشي، ليه ما تمشي معي؟ تم خلاص؟ تم. متى موعدنا؟ كل أسبوع. خلاص تم. خلاص؟ أنا أبد داعم للمشي وداعم فيها، وأتمنى صراحة إنه الكل يمشي. وتحية لوزارة الصحة صراحة اللي قاعدة تبث الآن رسائل توعوية في الشوارع. 8000 خطوة في اليوم. وزير الصحة أيضا أحد عرابين المشي، لما يقول 10000 خطوة في اليوم تقدر تمشيها، وقال طريقته أنه يقدر يسوي ميتنج اجتماع عمل وهو يمشي. يا سلام عليك، شكرا فنانة. كني محضر، ترى هو الخمني والله ما أدري سؤاله. طيب الحمد لله، أنا عراب المشي ولا تشكر. أنا أول من تكلم عن المشي وألفت كتب عن المشي، صح، طلعت مشي المشي. نعم. مع العرفج اللي. نعم. أنت فيها الآن. نعم. خلاص توعدني تمشي معي كل أسبوع؟ وعد تماما. وبقول حاجة، وتحية أيضا لشخص ثاني يعني من الناس اللي مثلك يدعون للمشي من زمان، مثلك تماما. الأنصاري. صحيح. سمعت عنه الدكتور صالح. نعم. صالح. نعم. الأنصاري من العرابين في المشي أيضا معك. وأنا أشهد قواكم الله، بالنهاية كلكم رسالتكم واحدة للمجتمع. شكرا لعبد الله الخريف، ونور شاشتي هلا بالعرفج والتعليق. هذا عبد الله اخوي الصغير. عبد الله طبعا ما شاء الله عنده فرط حركه وسواليف حلوه، ولا كل ما اشوفه ما شاء الله نفتح ألف موضوع. لكن هو الان ذكر وزير الصحه، وخلينا كمان فعلا نضيف سطر للسطر اللي قاله هو. طبعا الفقره هذه سجلناها قبل كورونا، الله يرفع عنا كورونا ان شاء الله. جهوده في المشي، والان جهوده في محاربه كورونا. الحقيقه وزير ملي المكان اللي هو فيه، نشيط حيوي متجاوب، وزارته كلها تشتغل. أيضا ذكر الشيخ الدكتور صالح الأنصاري، أيضا هذا رجل من زمان يدعو للمشي من سنوات كثيرة، وإن شاء الله الفقرة هذه بدأت تحيي الناس الحقيقة، تحرصهم على المشي. جميل جدا. من المشي